بالنسبه للاقرار الالكتروني احنا دي خطوه مستنينها من كذا سنه، وهي يعني يمكن اتاخرت كتير بس دلوقتي جت في الوقت المناسب. بدانا نطبقها وبداها يعني بدانا نشوفها، اشتغلنا فيها، قابلتنا بعض المشاكل الصغيره ولكن تواصلنا مع الضرائب وتغلبنا عليها. واعتقد ان يعني الاقرار ده يعني من هنا لسنه سنتين يعني هيعمل طفره قوي جدا مع الشركات. احنا حققنا المستهدف، ويمكن نقول ايه، نقول بنسبه كبيره جدا احنا الاقرارات الالكترونيه من 1/1/2019 لغايه نقول امبارح هي كانت 596 ألف إقرار إلكتروني من 1/1 لحد النهاردة، يعني 3 شهور وكسور بسيطة. وده الحقيقة طفرة كبيرة، ده ضريبة قيمة مضافة فقط، ضريبة الدخل لسه بالناس بتقدم إقرارات، وبرضو ناجح موسم الإقرارات بالنسبة لضريبة الدخل في إقرار الشخص الاعتباري أموال. أهم حاجة بالنسبة لهم الشفافية والإقرارات تبقى مظبوطة. دلوقتي لما الشركات تلتزم فيها كلها ويطبقوها كلها بنسبة 100% هم هيقضوا على كل الحاجات الخارجية اللي بره الإقرارات. بقى دي بتدي صورة كويسة قوي للناس بره ان في نظام إقراري موحد وكويس وما فيهوش اي مشاكل. تخفيض في التكلفة بحاجة كبيرة جدا، يعني ده بيختصر وقت وجهد للمسجل او الممول، وفي نفس الوقت هو اختصار لي ملء الإقرار أو نقل الإقرار من وإلى، بيقلل نسبة الأخطاء. الفلوس بتدفع مباشرة عن طريق البنك، بتخش في حساب الخزانة العامة مباشرة. الإقرار ببياناته بتطلع بتقرير، التقرير دي بتبقى تقرير مميكنة، بيطلع منه تقرير، التقرير دي ذكية ومميكنة، بتقارن بين مدخلاته وبين المخرجات بتاعته، بتدي كمان بنوك معلومات بتستفيد بها الدولة على مستوى الأصعدة كاملة. المزايا طبعا مزايا عديدة، بس اللي لازم نتكلم بالنسبة للممول هو توفير الوقت، دي أول شيء. تاني حاجة انتظام العملية الحسابية، لأنه كله بيتم إجراء المعالجات الحسابية ذاتها، المعادلات الجبرية اللي موجودة في الإقرار بتتم من خلال الحاسوب وليس من خلال يدوي، دي مهمة جدا بالنسبة لي. حتة الترحيلات بيتم الترحيل أوتوماتيكيا، أي بيتم تجنب الأخطاء المادية أو الأخطاء الحسابية عند النقل أو الإدراك في الجداول، دي جزئية. ده بنتكلم برضو بالنسبة ان هي توفير وقت بالنسبة له. تاني حاجة بالنسبة في حالة سداد ضريبة او حالة وجود ضريبة في الاقرار بيكون هناك نسبة امان 100%. في دراسة في وزارة المالية الحقيقة في الموضوع ده، دراسة جادة، وبإذن الله هنلاقي نتائج لها قريبة بإذن واحد أحد.